مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح تابعنا كلنا خبر ثور في مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللي أعلن فيه أنه تم التوافق مع القطاع الخاص على خفض الحقيقة عدد من أسعار السلع الأساسية، مش بس مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية، بحيث أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، وأن مبادرة خفض أسعار السلع هتستمر لمدة 6 شهور مع تقييمها، وأن الدولة اتخذت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الكبيرة، وأن أي نوع، دي بقى نقطة مهمة جدا تم الإشارة ليها، أي نوع من محاولات التلاعب هتتخذ الدولة ضده كل إجراءاتها لمنع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار، باعتبار أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية. طيب هنعرف مع بعض في فقرتنا مع حضراتكم إيه هي مردود هذه المبادرة، مدى جديتها، إزاي ممكن كلنا نستفيد منها، وغيرها من الأسئلة الهامة اللي هيجيب عليها ضيفنا الكريم الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو علي. صباح الفل أستاذ أحمد، منورنا في صباح البلد. صباح الخير يا فندم. أستاذ أحمد، يعني الحقيقة خبر صار، إحنا صحيح من يوم الثلاثة اللي فات 3 أكتوبر كان في اجتماع هام من قبل رئيس مجلس الوزراء مع يعني محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين، حقيقة يعني قائمة كبيرة جدا، واتحاد الغرف التجارية وسلاسل الصناعات وغيرها، على فكرة ان يكون في مبادرة لخفض اسعار السلع الاساسية، وبعد كده امبارح تم الاعلان بشكل رسمي من 15% ل 25%. استاذ احمد، كيف سيتم تطبيق هذه المبادرة، خاصة ان تم الاعلان انها مش هتكون بس السلع اللي في منافذ الدولة لكن في كل السلاسل التجارية؟ اتفضل. هو يمكن الاول خليني اقول لحضرتك بس المبادرة حقيقي شيء ايجابي للغاية، ودايما هي يعني انا شفت ان هي رد قوي جدا وقاطع على كل حتى الشائعات اللي كانت يمكن بتثار على فكره تراخي الدوله ودور الدوله في موضوع ضبط الاسعار. لكن دايما علشان نيجي نحلل اي حاجه لازم نبقى عارفين شويه اسبابها ايه، لان ممكن وده اللي كان موجود وما زال موجود، انه بتبقى شويه بعض الامور الاقتصاديه تحديدا لو ليها تداعيات سلبيه او بتمس المواطن في المقام الاول، من الممكن ان هي تكون خارج قدره الدوله او الحكومه، لانه احنا النهارده بنتكلم على ازمه اقتصاديه عالميه وتحدي اقتصادي عالمي تاثرت بيه كل دول العالم، ومن احد اهم يعني اليات التاثر فكره تاثر سلاسل الامداد والشحنات واستيراد المواد الخام من دول مختلفه، ولا زالت قائمه برضو، وفكره طبعا الازمه الاقتصاديه للعالم كله بيشهدها النهارده، وبالتالي النهارده ده كان سبب رئيسي في تصدير ازمه التضخم او مشكله التضخم لنا داخل مصر. يعني على سبيل المثال حضرتك سلعه زي الزيت 98% من انتاجنا او استهلاكنا داخل مصر احنا بنستورده من الخارج، فتخيل حضرتك دي سلعه واحده من ضمن مجموعه من السلع الأساسية اللي بيستهلكها المواطن. فبالتالي النهارده انا كدوله حتى لو كان ما عنديش مشكله في فكره العمله الصعبه او تدبير العمله الصعبه للاستيراد او خلافه، لكن النهارده انا قدام ازمه عالميه. من الوارد جدا ان يمكن شفنا النهارده روسيا واوكرانيا، ودي من اكتر دول العالم تلت انتاج العالم يمكن من القمح تقريبا بيطلع من الدولتين دول. فبالتالي النهارده بتبقى شويه الازمه ممكن تبقى فوق مستوى او قدرتي انا كدوله كاقتصاد ان انا اتعامل معها. لكن الحكومه حقيقي طول الوقت عندها شويه حرص ان هي تحاول النهارده ان هي تتحكم او تتعامل مع كل المشكلة بشكل يخلينا انا كمواطن النهارده ان انا يعني ما اتاثرش بشكل سلبي قوي. المبادره طبعا شيء ايجابي بتمس، يعني انا شفت ان 7 سلع او اللي تم الاعلان عنها يمكن هي من اهم السلع، المكرونه والالبان والجبنه والرز والعدس والفول والدواجن انضمت اليوم برضو ايضا. فبالتالي النهارده بنشوف ان هي 7 سلع من السلع الاساسيه والرئيسيه اللي قطاع كبير جدا من المواطنين بيعتمد عليها او بيحتاج عليها. فبالتالي النهارده اليه التطبيق طبعا، ويمكن ده حتى دوله رئيس الوزراء قالوا امبارح، احنا مش هدفنا كحكومه النهارده ان احنا نخفضها بشكل مؤقت او لفتره مؤقته، عشان كمان حتى الناس اللي بتقول لك طب لما انتوا قادرين تعملوا ده انتوا ليه انتظرتوا كل الفتره دي؟ ده سؤال المواطنين كتير بيطرحوه. دوله رئيس الوزراء امبارح قال حاجه مهمه، ان احنا في مصر النهارده بقى عندنا خطط للتعامل مع كل المشكلات بشكل عام بما فيها مشكلات اقتصاديه. شفنا ده من ايام كورونا كمان بالظبط كده. لكن دوله رئيس الوزراء قال حاجه مهمه، انه احنا بنعلن عليها وقت ما تكون فعلا بقت في حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي مش مجرد رؤى، وده شيء مهم جدا النهارده. انا من السهل جدا ان اقول ان انا عندي تصور او رؤيه كدوله او كحكومه في التصدي او التعامل مع مشكله معينه، لكن ممكن ما تنفذش،
فبالتالي النهارده يعني حولها هؤلاء اكتر من ان انا ممكن اجرب واطبق ويبقى في بعض القصور لا قدر الله. لكن الافضل فكره توجه الدوله النهارده لفكره ان انا بقيت بالفعل بطبق فوري فكره المبادرات او الآلات دي. طب استاذ احمد، واحنا بنتكلم ان تم الاعلان انه هيتم تعليق الرسوم والجمارك على هذه السلع حتى تستطيع الحكومه ان تخفض من اسعارها، يا ريت تشرح لنا هذا الامر ببساطه. شوفي حضرتك، جزء كبير جدا من ازمه التضخم، او ببساطه عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا في مفهوم التضخم، انه انا عندي ارتفاع بشكل مستمر في مستويات الاسعار، من ممكن ان هو يكون بيفوق قدرتي انا كمواطن او مستوى داخلي كمواطن، وده بيصدر لي انا ازمه او مشكله احنا بنسميها في الاقتصاد فكره التضخم. الاسعار عمال تزيد، يمكن مستويات دخولنا حتى لو فيها تحسن وزياده، لكن مش قادره تجابه او تواجه فكره الزياده في مستويات الاسعار. النهارده انا كمنتج او كمصنع، وده اللي عملته المبادره ان هي جمعت ما بين اطراف المشكله نفسها، الدوله والحكومه والبنك المركزي باعتباره اللي هيوفر الاعتمادات الماليه، والتجار والصناع ممثلين في اتحاد الصناعات وغرفه التجاره والصناعه. فبالتالي النهارده جزء كبير جدا انا كمنتج او كمصنع داخل مصر بستورد سلع، بقول لحضرتك الزيت 98% استيراد، يعني بستورد جزء كبير جدا منها، فانا كمنتج او كمصنع بستوردها اصلا باسعار مرتفعه كماده خام، وباجي هنا بصنعها وبضيف عليها هامش الربح، فبتوصل للمنتج او المستهلك النهائي في ارتفاع في مستوى الاسعار. طبعا من ضمن اهم عوامل ارتفاع تكلفه الاستيراد هو طبعا الجمارك او اللي بتفرض على الشحنات او الرسوم دي، فالنهارده دي هتوفر جزء كبير جدا من التكلفه للمستورد او المنتج او المصنع عندي انا محليا. بالاضافه كمان انه دوله رئيس الوزراء وجه انه فكره تعميق الصناعه الوطنيه والمحليه، طالما احنا عند الدوله دلوقتي بنتجه فكره التنميه وتطوير قطاع الصناعه بشكل قوي، ده كمان النهارده وفر لي جزء كبير ان انا زي المنتجات البتروليه، لما فخامه الرئيس اعلن في مؤتمر حكايه وطن مؤخرا انه يعني خلال بنهايه العام الحالي احنا هنتوقف تماما عن استيراد كل المنتجات البتروليه اللي احنا بنجيبها من خارج الاستهلاك المحلي، فدي طبعا النهارده برضو من السلع الاساسيه اللي عليها طلب كبير جدا، فهيبقى في استقرار نسبي تدريجيا في اسعارها على مستوى الفتره اللي جايه. طبعا فكره بقى ان انا اخفض الجمارك والرسوم كدوله على المواد الخام او السلع اللي بيتم استيرادها سواء سلع وسيطه او نهائيه، طبعا ده هيخليها تخش الاسواق النهارده باسعارها اللي تم استيرادها بيها حتى لو فيها مش ربح بسيط، لكن طبعا ده هينعكس بشكل قوي جدا على مستويات اسعارها في السوق خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي المواطن النهارده هيشوف او يتلمس النتائج الايجابيه للمبادره دي. طب استاذ احمد، يعني دايما بيبقى التخوف من نقطه معينه، قد يكون لدينا مبادرات في غايه الروعه، قد يكون لدينا قوانين هائله جدا، آلية تنفيذها هي دايما بتكون هي اللي على المحك. إيه اللي يضمن ضمانات المواطن إن سيتم التزام كامل على كافة المنافذ، سواء بقى بنتكلم على قطاع خاص أو منافذ حكومية. يعني منافذ حكومية طبعا ما فيش كلام، لكن بتكلم على منافذ القطاع الخاص. إيه اللي يضمن للمواطن هي إن الموضوع يمشي بسلاسة وبالتزام تام؟ هو يمكن دولة رئيس الوزراء أعلن بالأمس إنه بداية تطبيق المبادرة، وبالفعل على فكرة في قطاع كبير جدا من المصنعين أو القطاع الخاص استجابوا من امبارح، بدأوا يخفضوا أسعار منتجاتهم، وعلى إنه يتم تطبيق المبادرة بحد أقصى يوم السبت القادم. أنا هقول لحضرتك على حاجة بمنتهى البساطة، إنه إحنا عندنا مشكلة دايما إن إحنا شايفين إن فكرة وآليات الرقابة، خلي بالك المشكله مش في التنفيذ، هي المشكله في ان احنا مدى استمراريه التطبيق. لكن احنا طول الوقت شايفين انه الدور فقط على الحكومه، لكن انا كمواطن برضو عليا دور مهم جدا النهارده، لانه مهما كانت قدراتك الحكوميه في الجهاز الاداري المنوط به سواء جهاز حمايه المستهلك او مديريات التموين المنتشره في كل انحاء الجمهوريه، لكن النهارده المواطن عليه دور كبير جدا النهارده، انه لو شاف مخالفه او النهارده ان في تاجر بيغالي في سعر سلعه مش ملتزم من السبع سلع بالظبط اللي تم الاعلان عنها النهارده بالاضافه الدواجن، ما يبلغش، يقول لك انا مالي، يقول لك انا هي جت عليا انا لوحدي، هو انا اللي هصلح الدنيا بالظبط كده. لا، ما هو النهارده دي مسؤوليه مشتركه ما بيننا احنا الاثنين، ما فيش شك ان الدوله والحكومه هتضع اليات رقابيه وصارمه لمتابعه تنفيذ المبادره، لانه احنا اكيد مش بنكلف نفسنا كدوله وهنشيل اعباء ماليه وهنطلق مبادره مهمه زي دي النهارده بتمس حياه المواطنين كلهم بمختلف مستوياتهم، والنهارده هنسيبها يعني بدون اليات الرقابه او المتابعه. لكن كمان المواطن عليه مسؤوليه مشتركه النهارده في انه يبقى شريك مهم جدا في فكره انه لو لقى اي تاجر او اي سلعه مغالى في ثمنها، او التاجر اللي بيبيعها ما استجابش للمبادره النهارده بانه ينزل سعرها للسعر بالنسبه من 15 ل 25% المعلن عنها، والدواجن يمكن 15%، فبالتالي النهارده يبلغ.
انا النهارده مهما كانت قدراتي كدوله في الرقابه، لكن النهارده وارد جدا انه يبقى في حد مخالف، وارد جدا انه في حد ما يلتزمش. هعرف منين؟ من حضرتك كمواطن النهارده انك تساعدني انا كدوله ان انت لو شاهدت او شفت حاجه زي كده او تاجر مش ملتزم انت تبلغ عنه. لازم يكون ايجابيين بقى بالزبط. كلنا في المرحله بالزبط. القادمه دي، بحيث ان احنا يعني يبقى الدوله بتنفذ، وزي ما حضرتك قلت هي ضمان الاستمراريه هي في الرقابه، لان خاصه ان المبادره مده 6 شهور وهي قابله للتقييم بالظبط والماده. طب استاذ احمد، يعني في اكتر من تصريح لاحد المسؤولين الحقيقه والمسؤولين في وزاره التموين والتجاره الداخليه انه هيتم مثلا عرض سلعه زي السكر على بورصه السلع المصريه بشكل عام. فكره ان اعرض سلعه معينه في بورصه السلع، خاصه ان احنا مثلا كان عندنا ازمه في السكر، يعني ارتفعت اسعاره لفتره وحتى الان، وبنتكلم على انه ممكن يقل مثلا نسبه 25% يوصل مثلا يعني مش عايزين نقول الرقم يعني، بس فكره ان ممكن يوصل مثلا نسبه الخصم على 25%، يعني ايه اطرح سلعه لبورصه على في بورصه السلع وفايده ده ايه؟ انا عندي بورصه في مصر من ضمن البورصات اسمها بورصه السلع، او فبالتالي النهارده في سلع شويه بيسموها سلع استراتيجيه عليها طلب عالمي، وبالتالي النهارده دي بتبقى شويه مرآه للمستثمر، يعني قطاع كبير جدا مثلا من المستثمرين اللي جايين لحضرتك من الخارج حابين ان هم يستثمروا في القطاع الزراعي على سبيل المثال، او على وجه التحديد انتاج السكر او مزارع البنجر. احنا على فكره عندنا دلوقتي واحد من اكبر مصانع انتاج السكر في الشرق الاوسط في المنيا، ويمكن افتتح السيد الرئيس مؤخرا من عامين تقريبا لانتاج السكر من منجر السكر. صحيح. وده يوري حضرتك ان الدوله حقيقي مش واقفه مكتوفه الايد شويه في التعامل مع ازمات كتيره جدا، خاصه لو كانت متعلقه بحياه المواطن وسلع استراتيجيه. لكن النهارده انا كدوله مثلا عندي رؤيه النهارده ان انا اعزز من تواجده الاستثمار في سلعه معينه، دخول استثمارات عندي النهارده، هو بيشوف انا كدوله مهيئ مثلا عندي مشروعات زراعيه زي منون نص فدان، الدلتا الجديده، شكل التصنيع عندي ازاي في السلعه دي، انا كمستثمر لو جيت حنتج في مصر على سبيل المثال في سلعه زي السكر، هزرع واخد الماده الخام اصنعها بره وارجعها تاني، ولا انا عندي مصانع موجوده، ولا النهارده طب شكل الطلب المحلي عندي عامل ازاي، طب المواني وتطويرها، طب تكلفه النقل، كل العوامل دي بتحددها البورصه بقى في فكره الطلب والعرض والصعود والهبوط على اسعار السلعه داخل بورصه السلع. دايما السلع الاستراتيجيه شويه بيبقى لها معايير مختلفه في التقييم والحكم عليها حتى من المجتمع، غير السلع العاديه. طبعا. فالنهارده انت بتتكلمي على سلع زي السكر، هي سلعه استراتيجيه مش بس تتوقف على يعني بشكل منفرد كونها كسلعه بتستخدم، لكن كمان بتدخل في صناعات ثانيه متعدده، فده اللي بيخليها النهارده بيخلق طلب قوي عليها محليا وعالميا. هنا بقى البورصه السلعيه بتحدد لحضرتك كمستثمر وانا كمان كمواطن داخلي او كدوله وحكومه بشوف شكل وحجم الطلب عليها على صعيد المواطن العادي وعلى صعيد حتى المستثمرين اللي هم راغبين ان هم يدخلوا الاستثمار في هذه الصناعات. طب استاذ احمد، يعني اخيرا دلاله هذه المبادره في هذا التوقيت تحديدا؟ والله دي رد قوي جدا على مدى ادراك الدوله والحكومه حقيقي لحجم التحديات اللي المواطن بيقابلها، وده شيء مهم جدا لانه المواطن دايما من معايير حكمه على الحكومات دايما في مدى تجاوبها مع الازمات اللي بتمسه وبتمس حياته يعني بشكل بسيط وسهل يعني. فاعتقد ان حقيقي الدوله انا شايف انه رغم التحديات الاقتصاديه اللي احنا بنقابلها، ودي مرتبطه بتحديات عالميه مش احنا كاقتصاد عندنا قصور يعني او سبب داخلي، لكن النهارده الدوله بتتعامل وفق معطيات كتيره جدا وفقا للامكانيات متاحه النهارده ان هي تتجاوب مع هذه الازمات. وانا شايف انه المواطن حقيقي او ده حقيقي الحاجه اللي بتمس حياه المواطن، المواطن هيبقى فعلا مدرك. وكمان بتواجه اشاعات كتير جدا اللي بتقول لحضرتك ان في تقاعس من الحكومه او الدوله مش قادره تحكم سيطرتها او قبضتها على الاسواق والاسعار والكلام ده، ده بيوري النهارده انه الدوله ازاي. وخلي بال حضرتك احنا اقتصاديات ناشئه، فبالتالي النهارده بيبقى عايزين نتعامل مع كل التحديات الاقتصاديه، بس احنا متكتفين او متايدين بموارد اقتصاديه معينه بتحديات معينه، لكن بنشوف انه طبعا حقيقه انا شايف ان هي مبادره ايجابيه للغايه، خاصه النهارده انه يمكن بتاتي في اطار سلسله من المبادرات الايجابيه للبنك المركزي اطلقها على مدار السنين اللي فاتت، واعتقد ان احنا هنبتدي نتلمس. وبالفعل شفنا من امبارح كتير جدا من السلع بدات اسعارها تنزل ولو بشكل تدريجي، لكن اعتقد ان النسبه اللي اتحددت من 15 ل 25 دي نسبه مش قليله هتخلي الاسعار ترجع تاني، وطبعا بالتبعيه هينعكس عليها انخفاض مستويات التضخم للمستويات المأموله اللي احنا بنستهدفها داخل الاقتصاد. نامل ذلك ان شاء الله استاذ احمد، ونشوف كلنا ونتلمس يعني
تبني آثار الإيجابية لهذه المبادرة الهامة التي طالما انتظرها ملايين المواطنين. أنا بشكر حضرتك جزيلا الشكر ضيفي الكريم الباحث والمحلل الاقتصادي أستاذ أحمد أبو عين، نورتنا يا فندم وأسعدتنا بوجود حضرتك. بشكركم مشاهدينا، وزي ما أستاذ أحمد كان بيتحدث كده في بداية الفقرة، المهم إن كلنا نكون بنتمتع بالإيجابية، لأن الرقابة هي دوري ودور حضراتكم ودور كل مواطن بينزل يشتري أي سلعة، لأن الدولة أصدرت القرار وهناك توجيهات هامة من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وخفض أسعار السلع الأساسية. فنأمل إن شاء الله إن كلنا كده نتمتع بالإيجابية، أي مخالف على طول نقول إن في هنا مخالفة، وربنا يا رب إن شاء الله يجعل هذه المبادرة كده كلها خير ومتوفرة في كل ربوع الجمهورية. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل.